I will not return to the national team. Final decision? Yeah, it's my final decision, and it's all clear for me how I'm focusing on what I'm doing, and that's right now my club and everything. Did you feel bad after the decision of the coach? Of course, who doesn't? But on the end of the day, it's a decision he makes, and you know, you have to respect it. But on the end, if all the lying comes with it, it's for me clear. And then, like I said before, I will not return to the national team. It's a bad news for them. You know, I feel sorry for them, and yeah, that's the situation right now. الاخوان والاخوات ومرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى من الله تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا كنبغي نشكركم بزاف على الدعم ديالكم في الفيديوهات السابقه. هادشي اللي كيعطينا قوه وطاقه ايجابيه باش نقلبوا لكم على مواضيع وديما نبحثوا لكم على الجديد. واخا الموضوع ديال الحلقه ديال اليوم ما غاديش يكون شي حاجه جديده. الموضوع ديال الحلقه ديال اليوم غادي يكون على اعتزال حكيم زياش. وهذا الموضوع هذا اللي داير ضجه وقررت نهضر عليه. وقررت نبقى كل مره نبقى ندير شي حلقه على شي حاجه اللي بحال هكا دايره البوز ولكن اللي كانت كتستاهل. فالموضوع ديال الحلقه ديال اليوم غادي يكون على حكيم زياش. وديجا درت فيديوهات على الكره وانا بحكم انا عزيز عليا الكره وكنرتاح ملي كنهضر على في المواضيع ديال الكره. وباقي نجيين حوايج اخرين باقيين خدام فيهم. فإلا بغيت نهضر على الموضوع ديال حكيم زياش ضروري خصني ندخل واحد الطرف ثاني. هاد الطرف الثاني هو شكون هو المدرب وحيد خليل وزيج. يعني بسبب التصريحات ديال وحيد خليل وزيج هادشي اللي ادى باش حكيم زياش قال بانه غادي يعتزل دوليا. واخا نعرفو ما غاديش يعتزل فهذا يعني قالها غير حيت كاين واحد خليل وزيج. فلا مشى المدرب كونوا على يقين وخذوها مني حكيم زياش غادي تشوفوه في المنتخب. حنا اول حاجه غادي نهضر على واحد خليل وزيج وغادي نهضر على حكيم زياش. واحد خليل وزيج فواحد التصريح ديالو واللي غادي نخليه لكم دابا غادي تشوفوه. هاد التصريح هذا راه قبل ما يمشيو للكاميرون. Honnête, clair, sincère et beaucoup d'ouverture pour dire la vérité. Vous parlez d'Hakim Ziyech. Hakim Ziyech, deux derniers rendez-vous, surtout le dernier, il avait un comportement qui ne correspond pas à un joueur équipe nationale qui doit être un porteur, les choses comme leader plus positif. Et il est arrivé au retard, et après il a refusé même de travailler. Et après, toutes les autres discussions, c'est fini. Je ne peux plus parler de ça. Ça veut dire refuser de travailler. Pour l'entraîneur, la réponse, il est là. Mais je vois, dans ce tصريح هذا ديال واحد خليل وزيج فهو كيأكد بأنه راه صارم. يعني راه قبل هادشي راه قبل من الكان ديال الكاميرون. فكان جمع واحد السيليكسيون اللي كيوجدوا الكاميرون ما كانش عيط الحاكم زياش هي فين خرج بهذا التصريح هذا. مشى الكاميرون اولا مشينا الكاميرون ما درنا والو خرجنا من الربوع ضد مصر اللي ولات دابا كتعتبر عقده. خرجاتنا في 2017 وخرجاتنا دابا. دار ندوه صحفيه واحد خليل وزيج وعاوتاني كيأكد كيقول ما دمش انا في على رئاسه المنتخب الوطني راه ما غادي تشوفوا لا حكيم زياش لا عبد الرزاق حمد الله. حتى عبد الرزاق حمد الله راه في هذيك الندوه الصحفيه اللي فيها ساعتين ونص على ما اظن ولا ساعتين وعشرين دقيقه تفرجت فيها كامله وكان نيت شاد مع واحد الصحافي. فقال بحال مين كيقول مين كيهضر بنادم شي واحد معصب يعني راه صافي كيأكد. فقال لي بلا ما تبقى تسولني هاد الاسئله حكيم زياش وعبد الرزاق حمد الله ما غاديش تشوفهم في المنتخب ما دومش انا كاين. قال وقال هو الاسباب راه ماشي هو كل مره كيقول حاجه. والسبب اللي قال في هاد الندوه الصحفيه بسبب عبد الرزاق حمد الله قال لك اودي انا عيطت عليه هو اش قال لي بانه واش غادي يلعب رسمي. قال لي انا بغيت غير نهضر معاك هادشي اللي كيقول واحد خليل وزيج راه ماشي انا اللي كنقول.
على حساب زياش قال لهم انا ما يمكنش ليا نبقى ديما نهضر على زياش. قال لهم زياش لاعب غير منضبط، كان ديجا عنده مشاكل مع رونار، يعني قال لهم انا ما يمكنش ليا هادشي. قالهم في الندوه الصحفيه ديالو قال لهم انا ما يمكنش ليا ندير بحال ايرفي رونار، نمشي عند زياش ونبوس لي راسو ونقول لهم صوروني باش ايرفي رونار ارا مزيان. وهذه ونيش كان دار واحد المشكل ديال ايرفي رونار في الماتش ديال البنين اللي لعب زياش 120 دقيقه، وكان الجمهور والشعب المغربي غضب على زياش وكان باغي يعتزل. راه هذه هي المره الثانيه اللي كيقول لهم غادي نعتزل، راه ماشي المره الاولى، راه في ايامش ايرفي رونار كان بغى يعتزل. راه غادي نخليكم دابا مع واحد التصريحات ديال دابا هاد الشعب، ماشي يعني راه حتى انا منهم، حتى انا راه كنطالب بعوده زياش، ولكن راه ملي كان زياش شحال هادي راه كانوا بداو كيعايروا فيه، راه ما خلاو ما داروا عليه زياش. راه غادي نخليكم دابا مع واحد التصريحات ومن بعد نكمل لكم. قلب على تيكي ونجي لقاد المستوى كتفلى عنا، زياش كيطير في اجاكس، عرفتي المستوى ديالو كيدير لاعبين وزياش كان عنده شويه الغرور بزاف، هذاك ما كانش يلعبو كان يخليه يعطيه طبيب نفساني ولا شي حاجه. انا بالنسبه لي رونار اليوم حرق حكيم زياش مع الجمهور، شتي الدري كيجر في رجليه وعارف انه حكيم زياش، وانت من قلتها واستبعدتيه في الكاب فير واستبعدتيه في ماتش الكابون، وعرفوا انه لاعب ماشي ديال 90 دقيقة في الافريق، لعبتي 120 وعطيتيه بيلانتي. الناس ما كيستاهلش المغرب المنتخب. قول واحد الهضرة يا ربي يا ربي توصل. سير الزياش انا غير ما تبقاش تلعب كورة فهمتيني؟ زياش زياش برافو زياش. خلي رونار شاد زياش. ما شفتوا الاخوان هاد التصريحات هادو، فراه كان الشعب كاين على حكيم زياش. انا راه ماشي كندافع على واحد خليل وزيش، انا راه كان يعني كنقول لك غير شنو كاين، يعني انا ماشي كنقول لك حكيم زياش غلط ولا واحد خليل وزيش غلط، انا غير كنقول لك وفي الاخير غادي نعطيك رايي، انا غير جاي بشويه بشويه. فحكيم زياش راه المره الثانيه هذه اللي كيبغي يعتزل فيها، ومهم كان دخل القجاع وبزاف ديال الحوايج باش ما اعتزلش. الان دابا حنا كنهضروا على حاليا، واحد خليل وزيج هو السبب 100%. علاش السبب 100%؟ انت مشيتي للكان الكاميرون ما درتي والو، ما درتي والو، يعني كيف ما وصلتي للدومي فينال، ما وصلتي للفينال، ما جبتي شي كاس، يعني ايمتى غادي تقول لا زياش ما يدخلش؟ الحمد لله ما يدخلش. هي كديتي الكاس، كديتي الكاس يعني غادي نعرفوك بانك مدرب على الصواب وداكشي اللي كدير. راه ما يمكنش النجم راه تبغي ولا ما غاديش تبغي. انا كنوجه الميساج واحد خليل وزيش واخا ما عرفوش غادي يشوف هذا الفيديو هذا، زياش راه نجم، يعني راه في اي لحظه يقدر يقلب لك الماتش، تكون خاسر هادي شي تيري يبق، راه مع اجاكس راه كي غادي هادي شاماركيبيتش، عاوتاني مؤخرا مع تشيلسي غادي تصيف طبق على توتنهام اللي الحارس ديالهم لوريس حارس كبير بقاها كيشوف فيه. يعني هاد اللاعب هذا حنا راه عارفين انه ما كيلعبش 90 دقيقة، راه بحالو بحال بوفال، ولكن هاديك 70 دقيقة اللي كيلعب فيها راه كيدير فيها الروينة. علاش ما يعني انا اللي بغيت نقول وحيد خليل وزيد ما نجحتيش ومازال كتكبر وهادي وجاي المونديال وبغيت حرام لاعب اللي كي اي لاعب كيلعب كرة القدم الامنية ديالو هي يلعب المونديال، وجاي المونديال ورونالدو كريستيانو رونالدو ما بغاش يعتزل على قبل المونديال، قال لهم بغيت نلعب اخر مونديال وكيتقاتل باش يدوزوا المونديال. ودري اللي صغير يعني حكيم زياش شحال عنده 28 عام 29 عام، راه باقي صغير، راه باقي تشوفوا واحد 6 سنين ولا 8 سنين في المنتخب وانت بغيتي تهرسو. يعني بالعكس راه خصك تعيط، يعني انت ملي مشيتي خصك تراجع الاوراق، علاش ما تعيطش الامين حارث؟ علاش ما نعيطش على المزراوي؟
علاش ما نحيش على حكيم زياش؟ عبد الرزاق حمد الله علاش ما احنا ما عندناش دابا راس حربه؟ ما عندناش نصيري ولا نصيري مع حشيره ماشي، نصيري مع حشيره ماشي الكعبي، ولكن ما كانوش في اون فورم. راه الحمل القميص الوطني راه صعيب والحم ديالو ثقيل، راه هذا الشيء قالو زياش، قال لهم انا كنعرف اللحم اللي حملت القميص الوطني، قال لهم عارف شنو غادي يجي يعني هذاك الضغط. راحنا اليوتيوبر اللي كنديروا اليوتيوب، راه ملي كتلوح فيديو وكيجي شي واحد كيكتب لك شي كومونتير اللي ماشي هو هذاك، وسيرتو الا كان شي كومونتير اللي قاصح ولا شي لعيبه، راه كتبقى تطلع واش هبط فيك. راه على مود دابا باش كتسادا كومونتير اللي واحد ما كتعرفو ما والو، فما بالو كل مين كي حكيم زياش مين كان غادي يعتزل ملي كنضيع هذيك ضربه الجزاء مع البنين. وهذا الشيء هذا طرات مع المهدي بن عطيه في الماتش ديال مصر ملي خطف عليه كهربا وماركا، راه كان غادي يعتزل المهدي بن عطيه. علاش؟ راه الجمهور راه شعب، رانا راه مع الشعب. انا علاش انا مع الشعب؟ لان الشعب متعطش النتائج. فعلاش انا وريتكم هذوك التصريحات ديال انا راه ماشي كنلومهم ولا كنقول لهم انتم ما عندكم جوج وجوه، يعني كتقولوا هذا زياش وملي كيجي زياش. علاش علاش الجمهور كيدير بحال؟ لانهم متعطش للالقاب. هادشي علاش انا معاهم، داكشي علاش انا كنديروا هاد الفيديوهات ودرنا على الخساره وعلى كاس العرب، وعلاش كنديروا فيديوهات؟ لان الجمهور الشعب متعطش للالقاب. او جيل الثمانينات ما حضروا للكاس للتسعينات للالفينات، حتى واحد ما حضر لكاس افريقيا، والسنوات هما غاديين كيجبدوا، قريب نوصلوا ل 50 سنه ولم نتتوج بكاس افريقيا. ما يمكنش، وعندنا كلشي، عندنا عندنا النجوم كيلعبوا في اوروبا، عندنا هنايا الرجاء والوداد ديما في كوب شامبيونز ليغ، ديما 2000 فينال 2000 فينال. عندنا نهضه بركان حتى هي ديما كتخرج شي فرقه اتحاد طنجه ولا هذه كتشوفها غادا مزيانه، علاش ما ياخذوش منهم لعابه المحلي وزيد شويه؟ احنا ماشي كنقول لك، احنا ماشي كنقول لك 11 لعاب يكون محلي، ولكن شويه وكم شويه وكم. فكيبان لي الاخوان خرجنا على الموضوع، فراه ما نكذبش عليكم ما بغيناش شي خيبه امل اخرى، فكنتمنوا من الله غير ندوزوا هذا الماتش ديال البراج ديال المونديال، ما بغيناش شي خيبه امل اخرى، خيبه امل ديال كاس العرب ديال كاس افريقيا. الا تزادت هذه ديال كاس العالم وما تاهلناش، فغادي تكون مصيبه وكارثه في الكرة المغربية بكل صراحة. فهاد الشيء علاش الجامعة راه ما بغاش تحيد وحيد خليل وزيج، قالت كيقولوا ليه هالعار هالمنتخب بقى في المنتخب غير أهلنا المونديال. فراه دابا راه علاش ما بغاوش يحيدوا وحيد خليل وزيج؟ مليار في المية غادي يطير، ما غاديش يبقى مع المنتخب، لأن العقلية ديالو السياسة ديالو لا تتلائم مع الجو ديال المغرب، مع داك السياسة ديالو وداك. وهذا الشيء هذا اللي كنقول لكم راه طرات مع الجيري، راه ما كانش نجح مع الجيري في كأس افريقيا وحيد خليل وزوج، راه ما كانش نجح، راه نجح معاهم في المونديال. راه كيبان لي واقيلا هذا السيناريو غادي يطرا لينا معانا حنا واقيلا، راه كان غير داز للدور الثاني وتقصاو مع المانيا وكان عندهم فريق قوي، وهذوك الركائز ديال هذاك المنتخب راهم اللي خداو كاس افريقيا وكوب داراب، راهم هذوك اللاعبين. فرحنا حنا راه محتاجين لواحد اللاعبين اللي من كاس افريقيا نورمالمون، من كاس افريقيا كنا نخرجوا واحد المنتخب اللي نقدروا نمشيو به مزيان في المونديال. دابا الان المنتخب ما كيبانش لك بانه عنده حظوظ في المونديال، يعني حنا ولينا طالبين غير نمشيو. وكنتمنوا شي مفاجاه بحال المفاجاه ديال غانا اللي كانت قريبه توصل للدومي فينال، وربما كاع كانت غادي دي غير تما ما عندهمش الصهر. فالاخوان بلا ما نطول عليكم، فبان لي هضرت بزاف، فرايي الاخير باش ما نقولش راه ما عطيتش رايي وخرجت على الموضوع ولا شي حاجه، انا رايي بالنسبه ليا وحيد خليل وزيتش غلط مليار في المية،
والحكيم زياش حتى هو غلط ما كانش ما خصوش يعتزل، اولا كان اولا بغى يعتزل يقول اودي انا غادي نعتزل، ما حد هذاك خونا كاين تما، ملي تحيد هذاك المدرب راه غادي نرجع للمنتخب. فبلا ما نطول عليكم الاخوان والاخوات، فما كنتش متوقع غادي نهضر هادشي كامل، فانا راه كنهضر ما موجد ما والو، كنهضر عفوي والله شاهد على ما اقول. عرفت راسي بانني خرجت على الموضوع هذه غير الحرقه ديال الكره، وبغينا المنتخب الوطني يتوج بكاس افريقيا، وعباد الله بغينا نحضروا الغانم سيس يهز الكاس ولا الكابيتان يهز الكاس، بغينا نحضروا ليه او ما نشوفوش حنا، غير نحضروا نفرحوا هذيك الفرحه ديال المنتخب الوطني يتوج بكاس افريقيا وسير عاوتاني واحد 50 عام. فهذا كان هو التعليق ديالي على اعتزال ديال حكيم زياش، وغادي تشوفوا حكيم زياش ان شاء الله في المنتخب. فهذا كان غير فتف التصريح ديالو كيهضروا مع غير داوي وصافي كما غادي نقولوا. فبلا ما نطول عليكم الاخوان، موعدنا الفيديو القادم ان شاء الله، واخر حاجه اللي غادي نقول لكم السلام عليكم.